دكتور مها، يعني عاوزين المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا بقى يجيبوا ورقة وقلم كده ويكتبوا ورانا، ايه الوصفة المثالية اللي انا اقدر اتناولها كأصناف متنوعة ومتعددة رضيت فيها، يعني اقول ايه الرغبة، رغبة الشبع او الجوع اللي موجودة عندي، وفي نفس الوقت ما حرمتش نفسي لكني ماشي على نظام غذائي سليم؟ تمام، هنبتدي الاول ان احنا ناخد بالنا من المشروبات. فاهم حاجة ان انا اخدها ان انا برضو الجسم محتاج لمية، المية كمية مش محتاج المية فيها سكر، فبنشرب المية، بناخد البلح، ممكن البلح ده يبقى في مية ويتشرب. بعد كده بنبتدي ناخد الشوربة كسوائل تهدي المعدة، تهيئ الجسم. لان ما تنساش ان احنا هو عامل هو صيام رمضان، انا بشبهه بالظبط اللي هو الصيام المتقطع. بالظبط، ممكن اطلع مليان تخينة وممكن اطلع خسة لو انا خدت بالي من نوعية الاكل. فدايما انا حتى بقول ان ايه رمضان 30 يوم، فمش لازم اكل الحاجات الحلوه كلها في يوم، كل يوم لو خدت حته انا هيكفي ال 30 وهعيد عليهم. تمام، عارفه يا دكتور الفكره في ايه؟ ان والبروتين. انا كل يعني اهم حاجه البروتينات ونوع والحبوب الكامله في الاكل، بحيث ان انا اتغذى يبقى الاكل غني بفيتامين بي 12، يبقى سهل الهضم، ده مهم قوي، يبقى فيه محتفظ. ايه بقى الاكل الغني بالبي 12 البي 12؟ سواء كان اللحمة، البقول، المكسرات، كل ده غني بـ 12، وده مفيدة جدا لأنها مهمة عشان الأعصاب، مهمة عشان الجسم. طبعا في رمضان هي أكتر حاجة غنية باللحوم، ففي رمضان بيبقى فرصة يعني حتى اللي هو ما بيجيبش بيبقى في الناس بتدي بعض، ويبقى في تواصل بين الناس، فكل الناس بيبقى عندها فرصة إنها تاخد الوجبات الغنية بـ 12. من نعمة ربنا علينا ان بي 12 بيفضل متخزن في الجسم لمدة سنة وسنتين لسنة، فالشخص اما بياكل في شهر رمضان بيقدر يحصل على الكمية المناسبة من بي 12.